من واجبنا جميعا كسلطة ومعارضة، مجتمعا سياسيا ومدنيا، نخب فكرية وفنية وشبابية ورياضية ونسوية أو مختلف شرائح المهنية، أن نهب جميعا كما هب أسلافنا يوم الفاتح من نوفمبر إلى تحرير الجزائر لإنجاح الاستقاح ورفع التحدي وعدم الإصغاء إلى الأصوات الداعية للتيئيس والتشكيك وتعطيل الإرادة العامة. إن في الاستفتاء الشعبي على هذا الدستور لا وقفة ومسؤولية مع الضمير، مسؤولية أخلاقية ووطنية وحتى عقائدية ما دام فيها الخير للجميع. ندائي لكم بالمشاركة الفعالة والإيجابية في هذا العرس التاريخي، راجين من مولى العزيز الكريم التوفيق والنجاح لجزائرنا الجديدة.